أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي، وعلى آل بيتك المظلومين، والهدى المهدين، وحجج الله على العالمين، والذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. لهفي على الصبت، لهفي على الصبط وما ناله، قد مات عطشانا بكرب الظما. لهفي لمن نكس عن سرجه يا أبا عبد الله، لهفي على الصبط وما ناله، لهفي
على الصبط وما ناله. قد عالج الموت بكرب الظما، لهفي لمن نكس عن سرجه ليس من الناس له من حمى. يا أبا عبد الله لهفي بدر الهدى إذ هوى من رمحه يبكيه بدر الدجى. لهفي على النسوة إذ برزت، لهفي على النسوة إذ برزت تساق سوقا بالعنا والجفا. لهفي على تلك الوجوه التي أبرزن يوم الطف بين العدا. لهفي لهفي على تلك الوجوه التي أبرزنا يوم الطف بين العدا. لهفي على ذاك العذار الذي عراه بالطف تراب العرى. لهفي في على ذاك القوام الذي حناه بالطف سيوف العدا. خويا الله يعينك، مالك معين يا ابن امي. خويا الله يعينك، ما لك معين وقامك على الغبرة مطاعي تدير العين يسرى ونوبة اليمين. أنا منين أجيب المرتضى منين يا أخوي؟ أخوي أنا منين أجيب المرتضى منين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا يخفى على الأخوة، ونحن خلال 5 ليالي نبحث في متعلقات هذه الآية الكريمة حتى وصلنا إلى عدة أمور، وصلنا إلى نتائج، وهذه النتائج لا يمكن أن تقبل التشكيك بحال من الأحوال،
لأنما قامت هذه النتائج على الأدلة. لذلك دعوني أجمل حتى ندخل اليوم في محور أو محورين. نجمل أن الآية بالتحديد آية التطهير مصداقها هم فقط أهل الكساء، ولا يمكن إشراك غيرهم فيهم لعدة أمور، منها الأحاديث المتواترة عن طريق الفريقين في أن لعترة رسول الله صلى الله عليه وآله من المقام ما لم يصل إليه أحد. وهذه الأحاديث اختلفت تارة في أن رسول الله ينسبهم إلى نفسه، في أن رسول الله صلى الله عليه وآله يميزهم عن غيره، فيما أحاديث كثيرة. ونحن نعرف جزما أن النبي لا يتحدث من باب العاطفة عندما يقول أن علي بن أبي طالب علي أخي في الدنيا والآخرة، علي مني وأنا من علي، علي مع الحق والحق مع علي، حسين مني حسن مني، ريحانتاي من الدنيا، فاطمة روحي التي بين جنبي، شعرة مني مضغة مني. أو أن النبي تارة يتكلم عن أهل بيته إجمالا أنهم النمرقة الوسطى، لا يتقدمهم ولا يتأخرهم وهكذا. بالجملة نحن نعرف هل يتكلم النبي تقولا من نفسه، ولو تقول علينا بعض ماذا سيكون النتيجة؟ لأخذنا منه. القرآن يهدد، القرآن يتوعد، يقول أنتم، طبعا هذا الكلام للناس، يتصور البعض أن النبي الأكرم كان يتكلم دفعا بالعاطفة جريا على سنة العاطفة والحب غير المرضي لله، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يميز أهل بيته من دون مميز، من دون مرجح لهذا التمييز. وهكذا اتهم النبي، حتى قال البعض أنه نصب ابن عمه، وقال بعضهم كرهت قريش أن تجتمع النبوة والإمامة، أن تجتمع النبوة والإمامة في بيت واحد، وبدت الكراهية واضحة بعد ذهاب النبي الأكرم. فالقرآن يريد أن يثبت هذا الأصل، أن كل ما فعله قاله النبي، سنته حديثه إقراره تقريره نابع منين؟ مني. ولذلك رسول الله يتكلم حتى يبين للأمة ما أمر به. لاحظوا، يعني حقيقة أنا هاي الكلمة قلتها وأعيدها، يعني بعض التفاصيل قد البعض يستنكرها إذا قرأها بهامشية، صدقوني يعني بعض التصرفات قد يعيبها الناس اجتماعيا، فلماذا يفعلها رسول الله؟ لاحظوا، من قبيل أن رسول الله يأخذ بيد فاطمة ويقف أمام الأشهاد، الأمة مجتمعة ويقف رسول الله يمسك بيد فاطمة ويقول أيها الناس من عرفها فقد عرفها، ومن لم يعرفها فإنها فاطمة بنت محمد. طبعا هذا التصرف، لما ننظر هذا التصرف، هل يليق برجل أن يأخذ ابنته ويقول أيها الناس اللي ما يعرف بنتي ترى هذه بنتي؟ ما أدري مفكرين بهالقضية. نعم، لو كان القضية، لو كان الأمر أنها مجرد تعريف الناس بابنته لكان الأمر كذلك، ولكن لأنه أمر من الله، ولأن فاطمة أصيلة في بناء العقيدة، أن وجود فاطمة أصل من أصول بناء المعتقد، يريد النبي أن يوقف الأمة على أصلها، يريد النبي الأكرم أن يوقف الأمة على مسؤولياتها. وإلا رسول الله في موضع آخر أيضا أخرج فاطمة، متى؟ في المباهلة أخرجها معه. ولماذا يخرجها؟ اللي البعض ماذا يقول؟ يقول لأن النبي يريد أن يثبت صدقه، ولو كان كاذبا أو شك في نفسه لجاء بغير أهل بيته. مو هالشكل تقرون ببعض التفاسير؟ تقرون له لا؟ ولأنه راح يتباهل وينزل اللعنة على الكاذب، فمجيئه بأهل بيته تعريضا لهم للهلاك إن كان كاذبا.
فلو لم يكن صادقا لما جاء بأهل بيته. وما أدري هذا يتناسب مع مقام رسول الله، رغم أن كثير من التفاسير ذكرته، لا بل وتسرب حتى إلى تفاسيرنا، ولكن هل الغاية هنا إثبات صدق النبي؟ النبي هو الصادق الأمين قبل البعثة. لا شك أن المراد أن النبي يريد أن يبين شركة أهل بيته معه في الدعوة إلى الله. النبي إن كان الأمر بالمباهلة وإنزال اللعنة يتوقف على وجوده نفسه من دون أهل بيته، من دون فاطمة، فمجيئه بأهل بيته وفاطمة كان ذاك عبثا ولا يعد فعلا عقلائيا، لأنك قادر على المباهلة، على إنزال اللعنة بنفسك، فلماذا تأتي بهم؟ لاحظوا، فلا شك أن مجيئهم معه ليبين للعالم أنهم شركاؤه. لذلك ماذا قال؟ ثم نبتهل إلى الله، ما قال ثم أبتهل إلى الله، ثم نبتهل إلى الله. لعل الواحد يتصور نبتهل هم الطرفين فنظر إليهما بالجمع المنطقي، قال ثم نبتهل إلى الله فنجعل الطرف الذي يبتهل يجعل، قال فنجعل، نجعل إن كنتم أنتم نصارى نجران فأنتم جمع، وإن كان الأمر عندي أنا فلم يقل أجعل فقال فنجعل، يعني أنا ومن معي ننزل اللعنة على من؟ على الكاذبين. هسه ما أريد أدخل في هالأمر هذا، ولكن بشكل حتى ندخل، بعد صارنا أكثر 5 أيام الليلة يمكن السادسة في بيان هذه الآية. لاحظوا أحبتي، إذن أدلة كثيرة تثبت مقصورية هذه الآية على من؟ على العترة الطاهرة دون غيرهم، ولا يمكن لأحد أن يدخل معهم في المصداق كائنا من يكن، مهما كانت له اعتبارات عند الغير لا يمكن أن يدخل في قداسة وطهارة أهل البيت. لماذا؟ وكما ذكرنا البارحة ذكرنا مقامين من مقامات الطهارة، أنا الآن مجرد مقدمة هذه حتى أدخل في مقام طهارة الأفعال. تكلمنا في طهارة الذات وطهارة الصفات ثم طهارة الأفعال. لاحظوا أيضا مما يثبت هذا الرأي، مما يثبت هذا المعتقد وانحصار الأمر بأهل البيت، ما يثبته آية المباهلة، ما يثبته حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين، حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، إشارة إلى أهل البيت مرارا، رسول الله أشار إلى أهل بيته صلوات الله عليهم، منها حديث الصلاة على رسول الله، حديث الصلاة. لذلك ورد عن أحدهم قال رأيت كعبا فقال لي ألا أهديك هدية؟ قلت بلى، قال إني سمعت رسول الله عندما سألناه كيف تكون الصلاة عليكم فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم صل على محمد. ولاحظوا إدخال آله معه، وهذا من الأحاديث الصحيحة، إدخال الآل مع الرسول، ثم المقارنة ما بين رسول الله وإبراهيم، ونحن نعرف أن هناك اصطفاء لآل إبراهيم. لاحظ هناك اصطفاء، وكان عندي كلام فيه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. لاحظوا فريق محسود من الناس، يأتي من يفسر يقول الناس مجمل الناس، كل الناس تحسد الناس، بينما لاحظوا المقارنة التي أجراها القرآن، هؤلاء المحسودون بمن قارنهم القرآن؟ بإبراهيم، وبعد بآل إبراهيم، يعني برسول ونبي وخليل. لابد أن يكون المقارن، بما أن إبراهيم نبي ورسول لابد أن يكون هو أيضا ماذا؟ نبي ورسول. وبما أنهم آل إبراهيم إذن المحسودون هم آل ذلك الرسول. وفي زمن القرآن أكو رسول غير محمد صلوات الله عليه وأهل بيته هم عترته الطاهرة؟ هذه مؤيدات.
ومثبتات لهذا الرأي، كون أن آية التطهير مختصة بغيرهم، وذكرنا الكثير، واللي يحب يراجع ما ذكرنا. ذكرنا في مقام تطهير الصفات أن الله طهر صفاتهم، وأنهم طاهروا هذه الصفات تماماً، وهذه الصفات التي طهرت منهم لصفاتهم الطاهرة كانوا الأقرب إلى الله، وكلما كان الإنسان أقرب إلى الله امتاز بالطهارة المطلقة، امتاز بالطهارة المطلقة، كلما كان طاهراً كلما كان الأقرب إلى الله. فإذا كان الأقرب إلى الله كان المرآة التي تتجلى فيه صفات الله. كلما كان المخلوق قريبا إلى الله، القرب إلى الله مشروط بالطهارة، وإذا كان قريبا تجلت فيه صفات الخالق وتجلت فيه صفات الربوبية. لذلك كما ذكرنا أن العبودية كما قال الإمام الصادق، العبودية جوهرة، كنهها الربوبية. كلما كان الإنسان ذا عبودية مطلقة إلى الله كلما تجلت فيه صفات الربوبية، يعني انعكست فيه صفات الخالق، فينعكس في ذلك المخلوق كرم الله وعلم الله، كرم الله وعلم الله ورحمة الله وإلى غيرها من الصفات. كيف تنعكس فيه؟ لأنه الأقرب إلى الله. لذلك نحن نقرأ أن أهل البيت أو رسول الله أو الإمام المعصوم من هم؟ نقول السلام عليك يا وجه الله، وجه الله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك، نسبة الرب إلى كاف المخاطب إليك يا محمد، ويبقى وجه ربك، ولم يقل ويبقى وجه ربهم، ولم يقل ويبقى وجه ربهم أو ربكم أو ربنا، قال ويبقى وجه ربك، لأن الربوبية وعظمة الخالقية ظهرت في عبوديتك أنت دون غيرك. من هنا قال ذو الجلال والإكرام، فهل يتجلى صفات الخالق في أنا وأمثالي من أهل المعاصي والبعد عن الله؟ وإن تتجلى صفات الله، ها؟ لذلك يصفه القرآن مثلا ببعض أسماء الله، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهكذا. فلاحظوا قربهم انعكست فيهم، فكانوا طاهري الصفات. وكلما كان العبد قريبا إلى أهل البيت، أنا بعد هذا أتم المعنى، وكلما كان العبد قريبا إلى أهل البيت تجلت صفة أهل البيت فيه، انعكست صفات أهل البيت فيه. وذكرنا البارحة أمثلة، ذكرنا سلمان وأبو ذر، وذكرنا أصحاب الحسين صلوات الله عليه، عندما انعكست صفات الحسين فيهم فكانوا أنذاك نسخة مأخوذة من الحسين صلوات الله عليه بأصحابه. أما بالنسبة إلى طهارة الأفعال، طهارة أفعال أهل البيت، كل ما يصدر منهم هو طاهر. لماذا هذه المقدمة أو هذه الكبرى؟ من أين جاءت هذه الكبرى؟ الكبرى قلنا لأن تطهيرهم كان بولاية التكوين كما أشرنا، إنما يريد الله وإرادة التكوين لا تختلف ولا تتخلف، لا تختلف، وتعلقت إرادة الله بتطهيرهم. لاحظوا، وذكرنا إذن لطهارة التكوين وإرادة التطهير فيهم كانوا في أعلى مقامات العصمة، وأن الطهارة كانت على مراتب متفاوتة ارتفاعا في الشدة والضعف ونزولا، ولكنهم كانوا في أعلى مقام التطهير، فكل أفعالهم ماذا؟ طاهرة. كل ما يصدر منهم ماذا؟ طاهر. لذلك كل أفعالهم ماذا ستكون؟ حجة على الناس، حجة على الناس.
وأشهد أنك طهر طاهر مطهر. من طهر طاهر مطهر، قد طهر الله بك البلاد. لدخول الحسين إلى كربلاء طهرت كربلاء، يعني أينما حلوا طهر المكان بهم. الحسين دفن في كربلاء طهرت كربلاء. بعد أينما حلوا، فإذا كان أمير المؤمنين قد ولد وين؟ في الكعبة. من هنا سميت بالكعبة المشرفة، لأنها شرفت بالرمز الأعلى بعد رسول الله أن يولد فيها، فكانت الكعبة مهد أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد. وجعل معرفتنا بكم زكاة لأنفسنا، زكاة وطهارة، يعني كلما زدت ارتباطا بهم كلما ازدادت الطهارة لشدة الارتباط بأهل البيت صلوات الله عليهم. لاحظ الآن، أنا هاي ثالث ليلة يمكن بودي أن أناقش هذا الموضوع، موضوع كيف كانت ولاية تكوينية في تطهيرهم، وكيف لا نسلب منهم اختياريتهم، يعني كيف يتوافق المعنيان، الولاية الطهارة التكوينية مع وجود معنى الاختيارية لهم. بس صدقوني أحيانا أتحاشى أطرح هذا الموضوع لأن أريد أهيئ له، لأنه لربما يكون شوية موضوع علمي صعب، ولكن دعونا أدخل في بعض أسلط بعض الأضواء على الآية إلى أن يحل وقت هذا الموضوع وأطرح. فلاحظوا جيدا، مما يؤيد ما يؤيد كل ما نقوله هو حديث الكساء. هسه يجي فد واحد ويقول لي شيخنا يؤيد حديث الكساء، يؤيد هذا الكلام. حديث الكساء حديث منكم، حديث الخاصة، حديثكم أنتم، صح ولا مو؟ حديث الكساء حديثنا احنا، لولا مقتصر علينا مو؟ هذا الكلام مو صحيح، لأن حديث الكساء ورد بطرق متعددة من الفريقين، ولربما ما ورد فيه من الطرق عند أهل السنة لربما تكافئ ما ورد عندنا. يعني الموضوع حديث الكساء مو مقتصر علينا، لذلك جاءت المحاولات. أولا التشكيك بسند الحديث ومحاولة تضعيفه، فذهب الكلام أدراج الرياح، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، على نحو ليس على نحو التفصيل، إجمالا. أنا أذكر مثلا إجمالا لهذا الحديث بودي، يعني هكذا مثلا ورد الحديث في صحيح مسلم. حديث الكساء وين ورد؟ في صحيح مسلم. طب لما نقول صحيح مسلم هذا يسمى كتابا صحيح، والذي يقول فيه أحد المحققين الكبار من، وهي دائما خلوها في أذهانكم، يقول من حقق في سند واحد من أسانيد أحاديث الصحيحين فهو فاسق متبع غير سبيل المؤمنين. إذا مجرد تريد تحقق بسند، يعني لماذا يقول هذا أحاديث صحيحة؟ هذا الحديث ورد في صحيح الترمذي وفي صحيح النسائي أو النسائي ومسند أحمد بن حنبل ومسند البزار، وورد أيضا في المستدرك للحاكم النيسابوري أو النيشابوري، وأيضا ورد في تلخيص المستدرك للذهبي، وأيضا ورد في تفسير الطبري، وورد في تفسير ابن كثير وغيرها. لما تعرضوا إلى، أقول لك ورد، لما تعرضوا إلى تفسير آية التطهير ذكروا حديث الكساء. هسه ذكروا حديث الكساء بمن ذكروا بتفصيله، قالوا أن رسول الله جمع أهل بيته وألقى عليهم الكساء اليماني فنزلت الآية.
وهناك من يقول لا، نزلت الآية فألقى رسول الله عليهم الكساء. زين هاي شلون ناخذ هاي؟ له شو تقولون؟ متعودنا انتم تسولفون وياي اليوم ساكتي. ناخذ هاي لوها، ناخذهم اثنين. تعدد النزول. هاي منين جبتوها مال تعدد النزول؟ عمي تعال، شنو اليوم تقول تعدد؟ نعم، واللي يحب يرجع الى كتاب الاتقان في تفسير، في كتاب الاتقان للسيوطي، كتاب الاتقان متخصص في علم علوم القران، ولربما هم يدعون ولربما انه اول من كتب في علوم القران، خصص بابا كاملا وفصلا كاملا على الايات التي تعدد نزولها. اذن هذه مو قضيه عاديه، ذكرت ايات كثيره نزلت اكثر من مره. ولان ايه التطهير من اخطر الايات، لذلك تعدد نزولها وذكرت في مواقع مختلفه حتى لا يرد، ومع ذلك ورد التشكيك فيها. من رواته، هسه ذكرنا المصادر اللي ذكرت حديث الكساء، من رواته وردت رواية حديث الكساء عن ابن عباس، عن ابن عباس عن أبي سعيد طريق. أنا مو جاي أقول لك هذا عن مو عن أنا، مو جاي أقرأ لك طريق، لا، جاي أقرأ لك كل واحد يعني له طريقه. ابن عباس طريق، وابني وعن أبي سعيد طريق، وعن جابر بن عبد الله الأنصاري، وعن سعد بن أبي وقاص، وعن زيد بن الأرقم، وعن أم سلمة، وعن عائشة، وعن بعض أصحاب رسول الله. أما إذا تأتي إلينا عن علي أمير المؤمنين، وعن فاطمة، وعن الحسن، وعن الحسين، وهؤلاء خلص أهل بيت رسول الله. إذن ورد الحديث، حديث الكساء يؤيد الآية، وواقعة الكساء مؤيدة لانكسار وانحصار الرأي على من في المصداق، على أهل البيت صلوات الله عليهم. لما باءت المحاولات بالفشل في تشكيكهم بحديث الكساء، وذكرت لك البارحة أخواني، أحب أنا أنوه أعيد، لأن هذا الكلام يعني لما أسمع فد واحد يعني هو يدعي شهادة دكتوراه مثلا ويطالب بعصمة أهل البيت، أعطني دليلا في عصمة أهل البيت. يعني إلى الآن ما ثابت عندك عصمة أهل البيت؟ ما عندي دليل. يلا، ما عندي دليل. منين أجيب لك دليل أنت؟ أنا أرد أقول لك ما عندي دليل، ليس عندي دليل لإثبات عصمة 14 واحد. ما عندي. أنا أقول لك، أريد أقول لك 14 واحد صعب الطالب بدليل، وقلتم بعصمة 5000 واحد، صح ولا مش؟ تنكرونها في 14 وتثبتونها لأمة كاملة في زمن النبي. كلام واقع ولا عجيب؟ كيف يكون هذا الكلام؟ تطالب، ما القرآن كله يتكلم بعصمة أهل البيت صلوات الله عليه، كل القرآن. عقلك يقول لك لابد من وجود معصوم، عقلك هذا، عقلك يقول لك أكو معصوم، لأنك لو أنكرت العصمة خب بعد تكليف، لأنه يصار إلى اتباع المخطئ، يصار إلى اتباع الجاهل، يصار، وهذا كله يعني توهيم من الله وتغرير من الله أننا نتبع من؟ نتبع من؟ المخطئ والعاصي. الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، أولي الأمر كما تطيعون الله كما تطيعون رسول الله حتى تهتدوا تطيعوا أولي الأمر. لاحظوا هذه الطرق، وذكرنا من روى هذا الحديث وهؤلاء اللي وردت. طبعا هنا قلت ليس على نحو الحصر، وإنما إجمالا ذكروا جميعهم أن هذه، أن حديث الكساء نزل، أن حديث الكساء وقع من رسول الله بعد نزول الآية، أو أن رسول الله فعلها ثم نزلت الآية الكريمة على رسول الله. ما استطاعوا التشكيك بمن؟ بالسند. جاءوا المن إلى الدلالة،
إلى الدلالة. قالوا هاي شنو من دلالة حديث الكساء؟ شنو ما خلقت شمسا يا ملائكتي ويا سكان سماواتي أني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا شمسا ولا قمرا ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لهؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. من هم يا ربي؟ قال جبرائيل، قال هم فاطمة، هم فاطمة وأبيها وبعلها، ولأنه بدل فلا بد أن يكون مجرور. ثم يستأذن جبرائيل أن يكون معه. أتأذن لي؟ بل أذنت لك. لما نزل جبرائيل دخل متكئا على إذن الله أم استأذن من؟ فيظهر أن إذن الله كان مشروطا بإذن من؟ لذلك القرآن يقول ينسب إخراج الناس من الظلمات إلى النور إلى من؟ إلى الله، فعل الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ومرة في آية يقول لتخرج الناس، أنت اللي تخرجه. هو إذا هذا اللي نقوله لقربهم إلى الله وشدة العبودية تجلت فيهم صفة الربو، مو أرباب، صفات الخالق تجلت فيهم. فالله الذي يخرج الناس من الظلمات وهو الهادي للناس تحولت، صارت الهداية علما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا المعنى. ماذا يعني حديث الكساء؟ خليني أذكر لك بس رأيين ذكرهما بعض العلماء، وهذا نحن ما نتبناه في العقيدة. أولا يا إخواني، ألا وأني ما خلقت يراد منها العلة الغائية. ما شنو يعني العلة الغائية؟ الآن كلكم لما تأتون إلى أفعالكم، كل أفعالكم يجب أن تكون مشروطة بوجود غاية، هذه الغاية عقلائية، صح ولا مو صح كلامي؟ أنت تفعل فعلا من دون وجود علة، من دون وجود غاية، تتحول الأفعال من دون الغاية إلى أفعال شنو؟ عبثية. والحكيم يصدر منه العبث، العاقل يصدر منه عبث؟ لا. الآن تعالوا إخواني، لماذا تأتون إلى الحسينية؟ ليش؟ أكو غاية؟ نعم، ما هي الغاية؟ تقول حتى أولا أحصل الثواب والأجر من الله، أحصل القرب إلى أهل البيت، بعد أريد شوية أنير عقلي، أريد أن أتعرف على ديني. هذه غاية، هذه الغاية عقلائية لو لا؟ هذه الغاية حاكمة عليك أم لا؟ نعم. لذلك أنت ترى أن المجيء إلى الحسينية مثلا مقدم على أفعال أخرى، ولو تزاحم فعل مع الحضور أنت تقدم ماذا؟ تقدم الحضور. لماذا؟ لأن الغاية جليلة، فهذه الغاية، هذه الغاية يرجح أنت عندك أن تقدمها على غيرها. لاحظوا أخوان، تقول لماذا مثلا، لماذا تبني بيتك؟ هذا البيت لمن أنت باني؟ ليش تبني بيت؟ تقول حتى أسكن فيه. افرض أنت جاي تبني بيت في الصحراء هالشكل، تسأل يسألوك جاي تسوي، تقول والله ما أدري. ليش تبني؟ ما أدري. الغاية ما أدري. هاي الخريطة ليش الشكل؟ ما أدري. ليش كذا طابق؟ ما أدري، ما أدري. هيك شو جاي أبني؟ شو يقولون عنك الناس؟ عاقل لو مو عاقل؟ مو عاقل. يحكم علينا على الإنسان اللي سوى الشكل، يحكم عليه بالسفة ويحجر عليه شرعا وقانونا. إذا لابد أن تكون الأفعال منوطة بمن؟ بغاياتها. الله عز وجل خلق الخلق لغاية، صح ولا مو صح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما يعبد الإنسان ربه، إذا عبد الإنسان ربه يتكامل أم يتناقص؟ شوف المقدمات جاي تقودكم. كلما عبد الإنسان ربه تكامل، وكلما تكامل اتصف بصفات الله
صح ولا مو؟ عندنا بالطرف الثاني اكو شيطان وهوى وكذا. مرات الشيطان ليش يجذبك إليه؟ حتى تتكامل باتجاه الشيطان. واكو انسان يتكامل باتجاه من؟ باتجاه الله. فتجد انسان يمنع يظلم الناس ياخذ فلوسهم مثلا، او يظلم الناس ياخذ حقوقهم، وتجد الذي تكامل باتجاه الله يعطي من حقه الى الناس. شوف الفارق، لاحظون؟ حتى يتكامل الانسان ويرتفع فيصل الى مقام الانسان الكامل. صار مفهوم هنا؟ يصل الانسان الى مفهوم الانسان الكامل. لاحظوا اخواني، نقول لماذا ايها الفلاح لماذا تزرع؟ ما الغاية؟ يقول حتى احصل على الثمرة الطيبة. فالثمرة الطيبة غاية الفعل. ليش تدرس؟ يقول حتى اصل الى الثمرة الطيبة من الدراسة. ما هي؟ العلم. فإذا كانت الغاية الوصول إلى أعلى شيء وهي الثمرة الطيبة في كل شيء، لاحظوا، فالغاية أني ما خلقت كذا وكذا إلا لهؤلاء، فأهل البيت صلوات الله عليهم، رسول الله وعترته هم غاية الخلق، هم الثمرة الطيبة من كل هذا الخلق جميعا. وإلا أخواني هذا الخلق بأسره، يعني المن الله خالقه المثل وأمثال أهل المعاصي؟ اليوم يصلي لركعتين ويأخذ لغيبة وما أدري شيني. هذا الخلق خلق للأكمل، خلق للأطهر، على تعبير، احفظوا هاي الكلمة، على تعبير أحد العرفاء، يقول كالذي عنده بستان مثلا، بستان رمان، بستان نخيل، شو نسميه، بستان ونخيل، وهذا بستان عنب، وذاك مسمى بهذا الاسم. يقول لما تدخل هذا البستان تلقى به حشائش بالأرض، لو ما تلقى حشائش، هذه نبتت لما تساقط الماء منا ومنا نبتت حشائش، وإلا هو الأصل بستان شنو؟ ها، بستان وكذا، بستان نخيل، بستان عنب. هذه الأرض خلقت للأطهر للأنقى، هم الذين ظهرت فيهم العبودية. أنا وأمثالي زيادة في كرم الله طلعنا هالشكل، وإلا الكون كله له. لك وتجين وتقول ليش عندك واقف يم قبر الحسين؟ كان واقف عند قبر من ملك الدنيا، واقف عند قبر رسول الله، من الدنيا بيده، الدنيا بيده كالمحبس كالخاتم بيد أحدكم. شنو رسول الله؟ تستعجبون أنتم تقيسون رسول الله؟ رسول الله. هذا بالنسبة إلى العلة الغائية. أو حتى أختم كلامي، أو يراد منه ماذا؟ يراد منها الأمر الثاني. الأمر الثاني هو الأمر الذي يعين القابل على قبول الفاعل من الله. لاحظوا أخواني، خلي أعيد لك إياه. الله عز وجل هو الفاعل، هو الفاعل، هو الخالق. بعد لابد أن يتوفر العلة والمعلول. خليني أعطيك إياه الشكل، العلة والمعلول. لابد أن يوجد في المعلول القابل حتى يكون موجودا. الله عز وجل لما يخلق هذه الخلائق بعضها يحتاج وجودها خلل فيها، ما تستطيع أن تأخذ من الله مباشرة. بعدني ما قدرت أوصلها يمكن، ها؟ خليني أضرب مثال وأرجع. لاحظوا أخوان، تصوروا أن هناك عين ماء ينبوع، لا مو ينبوع، عين متفجرة، عين ماء متفجرة، بحيث أنت تسمع صوتها على بعد آلاف الكيلومترات. تصور بقدر ما تستطيع أن تتصور في ذهنك هذه العين من الماء المتفجر. هو شنو ماء؟ ماء لولا الماء حياة لولا؟
أنت أيها الحبيب هذا القدح تريد تأخذ من الماء هلقد بقد هذا، تستطيع أن تأخذ من هذه العين المتفجرة بقدحك الصغير؟ تقدر؟ ليش؟ لو اقتربت ماذا سيحل بك؟ ستموت. شو وقت تأخذ؟ إذا هذا الماء صار يجري في سواقي حتى يصل إليك بقدر تلك الساقية يلا تأخذ، أما مباشرة تأخذ؟ قال ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني. صار معلوم؟ الآن ضربنا مثال بنهر متفجر أو عين متفجرة، وقياس هذا بالله إلها قياس؟ أين التراب من رب الأرباب؟ فيض الله لا يتصوره عقل، فأنا وأنت نقبل من الله مباشرة كل واحد قلاصة إيه القدة ورايحين ناخذ لو نحتاج. إذن هذا القابل أنا وأنت نحتاج إلى شيء يعيننا على القبول حتى نأخذ من الله. لذلك ورد في أحاديث أهل البيت نحن أول ما خلق الله المشيئة ونحن محل مشيئة الله، وفيض الله يأتي منهم لأنهم الأكمل والأطهر والأقرب إلى الله، فنحن وكل الخلق يأخذ منين؟ منهم لتمامهم وكمالهم عند الله، فكانوا مجاري رحمة الله، مجاري رحمة الله عز وجل. فهذا المعنى الثاني، أني ما خلقت كذا كذا إلا لأجلهم، يعني إما أن يكونوا هم غاية الكون وهم كذلك، وإما أن يكونوا هم قلب هذا الكون. وكل أمر نازل هسه مؤيدات أكو، نعم في الزيارة الجامعة ما يؤيد ويؤيد، هذا فيما يقتضي بالنسبة إلى حديث الكساء الذي واحد من مؤيدات قصور آية التطهير على أهل البيت وأن لا مصداق لها غيره. لنفرض جدلا بما تبقى بعد ما أقدر أطرح، لأنه إذا أطرح موضوع يطول بعد، فبين هلالين لنفرض جدلا نتنزل ندخل غير أهل البيت معه بها مجال. يا إخواني هناك استماتة وقتال وكتابات وتأريخ ويردون يدخلون غيرهم معهم، اقبلوا، دعونا نقبل، نقول ادخلوهم معهم، احنا ما خسرين شيء. فإن دخلوا معهم وجب أن يتصفوا بصفته. أنت تريد تكتب أدخلت غيرهم معهم، زين هل تغير التأريخ؟ هل ستقول أن رسول الله قال في غير علي وأهل بيت مني وأن ما هل وجب؟ هل قالوا؟ هل ثبت أن غير علي قال غير علي مع الحق والحق معه؟ هل ثبت غير أهل البيت؟ هل ثبت غير أهل البيت لهم الفضل والعلم والطهارة؟ أكو تاريخيا لو ثبت لأحد، يعني هي المشكلة أننا نعم قد نأتي إلى الروايات نلويها أدلة، وقلت لكم ليست بأدلة إنما هي شنو؟ شبهات، شابه الحق وليس بحق. ولكن في النتيجة الآية فيها أمر طارد، هي الآية طاردة لغير أهل البيت، طاردة ولا تقبل الدخول إلا لأهل البيت صلوات الله عليهم دون غيرهم. فالحق فيكم ومنكم وإليكم، وفصل الخطاب عندكم، وإياب الخلق إليكم، وحساب. هذا المقطع بالتحديد قد يتصور البعض أنه يخالف القرآن، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا، ما أدري إذا صار مجال أناقش هذا الموضوع،
لأنه دار نقاش مع بعض الأخوة والحمد لله والشكر. حساب الخلق عليهم صلوات الله عليهم، فيتبين أنهم أسياد الدنيا وأسياد الآخرة. ما أدري إذا صاروا أسياد الدنيا وأسياد الآخرة، ما بينهما هم أسياد لو مو أسياد. ها؟ اسمع هذا الحديث مني أنقله، مو مني، هو حديث الإمام الصادق صلوات الله. قال الصادق صلوات الله عليه: ما مات أحد من شيعتنا حتف أنفه. والله عيدوا، ما مات أحد من شيعتنا حتف. سيدي يا ابن رسول الله، أنت جاي تخبرنا بس يقولوا لا، إحنا كثير من الناس شفناهم ماتوا وهم ما يحبون يموتوا. شلون أنت تقول؟ يعني يقول ما حد مات وهو ما راغب. قالوا لي شفنا كثير من الناس أحبه ماتوا وما ما بدهم يموتوا. قال لا، شلون يا ابن رسول الله؟ قال: إذا حضر الموت بالمؤمن من شيعتنا حضر عنده جدي رسول الله. اللهم صل وجدي أمير المؤمنين والحسن والحسين والملائكة، فنظروا إليه وفتح له عن يمينه بابا إلى الجنة. قال: أتود أن تأتي معنا أم تود أن تبقى في الدنيا؟ هذا في ساعاته، في لحظاته. يقول فيقول: لا يا رسول الله، وددت اللحوق بك. يقول في تلك اللحظة يقبل، يقر أن يذهب. يقول ما أريد أبقى بعد، لأنهم والوا من والى الله وعادوا من عاد الله، فنالتهم الطهارة لتطهرهم بمن؟ بأهل البيت صلوات الله عليهم. أما أعداؤهم قتلت أهل البيت في أي مكان من النار، في أي مكان من الله قتلتموهم. ألي شريعة يقولهم؟ ألي شريعة بدلتها؟ أم لسنة غيرتها؟ ارجعوا لأنفسكم وعاتبوها واسألوها: أيحق لكم قتلي وسفك دمي؟ قالوا بصريح العبارة: إنما نقاتلك بغضا لأبيك. يا أمير المؤمنين، أبغضوا أبا طالب بسببك وقتلوا العترة، مو بسببه هو، بالتحديد للولاية، لأن الله أعطاكم مقام الولاية. ما أريدكم عمي، ما أريدكم. وإذا الحسين صلوات الله عليه يقف فيلتفت يمين شمال، ليس له ناصر، كل أصحابه أنصاره قتل، وينظر بعينه إلى أهل بيته، إلى النساء، إلى اليتامى، يودع أخي زينب. أخي زينب تعزي بعزاء الله: لا يذهبن بحلمك الشيطان. بعد خلاص يا زينب. لكن لما خرجت زينب روحي لها الفداء. يقول طلعت زينب ليلة العاشر، ما أدري هالأبيات هذه أقراها هيك إجت في بالي، يشهد الله. زينب ليلة العاشر أو ليلة الحادي عشر لما قتل الحسين صلوات الله عليه، خرجت حافية القدمين تنادي: حسين نور عيني يا أبا عبد الله. خلينا نبدي شوي شوي خويا وين اتجه يا حسين يا ابن امي،
أمس المسا وعباس مو يمي خويا وديني شتشاية يم صاحب الراية أمس المسا وعباس مو يمي تقول له يا حسين أين الغريبة بيا حزن خويا اعتنيتك كان عباس أبو الغيرة يمك ويحرس ثنيتك عودت مكسور ظهرك الدنيا هدت عمد بيتك شاليش يا حزام الظهر عباس عفت على النهر وش قال لك هناك القمر باصر اختك شنو نيتك خويا لو طاح اخوي وقطعه وجفوفه دربي بعد يا حسين ما اشوفه يقول لما وصلت إلى الحسين شافت الحسين على وجه الذرى محزوز الرأس من القفا تقول كل ميت يحضرون أهله وعلى رد الصوت كلها مهر ولهذا جايب ماي هذا يغسله يا بهذا جايب جفن جفن ذاك يفصله هذا يحفر قبر ذاك ينزله اي زينب تقول تقول يا بعد زينب هاي عادل ما جرى بكربلة وين أهل حسين ما تفزع العاد من القوم خلصوا العائلة ويلي قبل لا تنشاف بتعقد الولا وراسه بديوان ومية تنزل هاي يا زينب يقول هنا زينب زينب تلتفت يمين شمال يقول لما عادت للخيمة تشوف سوادة بعيد عن الخيمة قريب تروح تجي منو هاي السوادة تقل ولا وما قصرت وبلي العاشر جيت قليت راعي المحنة شلون ينساني صح شوية بس من شفتك ارتاحت حتى القالج جالج قلت له مراني بويا بويا من جا صحت بصوت لعد واد النجف والصوت ما جالي بويا ركبت الناقة لا تنشد ركبت شلون بس الزاد هضم الشمر سباني بويا الشمر سباني تلتفت يمين شمال بس اليتامى بس الأطفال هذا يصيح عم وين أبوي عم وين أخوي تقل بقيت محيرة واصف جبليدي أنا لا عباس يبرالي تقل أنا لا عباس يبرالي ولا نظرت إلى الكافل من بعيد
خويا طيحت جفوفك خلت الشيل خويا يقصيد لعند خيام الحزين يا عباس قوم ردنا 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 ما هم ناس بنمشي وحدنا والله ما هم ناس بنمشي من قبل كانت إلهي بمحمد وآل محمد وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تجعل الدنيا أكبر همنا زدنا من فضلك يا كريم شافي وعافي كل مريض رد كل غريب فك كل أسير اللهم اجعل مع عسرنا يسرا مع ضيقنا فرجا من علينا بحسن الإجابة ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد وخدمة محمد وآل محمد وزدنا معرفة بمحمد وآل محمد اللهم وتقبل منا بحق محمد وآل محمد. فقط للتنويه بإذن الله تعالى هناك كلام ربما يعني بعض ما يطلق من فضائل أهل البيت أحيانا يوصف بالغلو هذا غلو إذا شاء الله ستكون لنا وقفة مع بيان الغلو حدود الغلو مظاهر الغلو حتى نشوف هذا حكينا من الغلو لولا. ولأماتنا وأماتكم ومن مات على ولاية آل محمد رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.